هل يجوز لشخص أن يعتمر وينوي العمرة عن كل فقير مسلم ميت؟ العمرة ما تصلح إلا عن شخص واحد حي ولا ميت، ما تصلح عن كل ميت وكل الناس وكل الأقارب، لا، العمرة والحج عن شخص واحد، تنويها لك ولا تنويها الواحد غيرك. نعم، لكن الدعاء إنك تدعو في العمرة أو في الحج، تدعو لنفسك وللمسلمين، الدعاء لا بأس. نعم، هل من السنة الإسراع بالجنازة؟ نعم، سنة الإسراع بالجنازة، لكن ما هو الإسراع الشديد الذي يؤثر على الجنازة أو يؤثر على المشيعين، وإنما الإسراع المتوسط، الإسراع المتوسط. قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. نعم.